بكم. أفاد مراسل الإخبارية في حلب بسقوط قذيفة صاروخية في حي الفرقان السكني ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن القذيفة سقطت بعد منتصف الليل على سوق الفرقان وتسببت بإصابة أكثر من 20 مواطنا بعضهم في حالة حرجة. وأوضح المصدر أن القذيفة أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الريف الغربي. قضى الطيران الحربي السوري على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش شرق تلول التناهج بريف حماة الشرقي وجنوب خربت زيدان وغرب أبو العلوج بريف الرقة، ودمر سلاح الجو تجمعات وآليات لتنظيم داعش جنوب شرق السخنة بريف حمص الشرقي. وسبق ذلك استعادة وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء السيطرة على محطة غاز أراك شمال شرق قرية أراك بستة كيلومترات وعلى أربع نقاط حاكمة شمال شرق القرية بريف حمص الشرقي، والقضاء على عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سوريا داعم أساسي لحركة المقاومة في لبنان وفلسطين، وهي دولة مركزية وثابتة في موقعها في محور المقاومة. وقال السيد نصر الله خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي أمس إن سوريا عقبة كبيرة أمام أي تسوية عربية شاملة مع إسرائيل على حساب المصالح العربية وخصوصا فلسطين. وأكد السيد نصر الله أن تنظيم داعش الإرهابي صناعة أمريكية وتمويل سعودي وخليجي مع تسهيلات تركية. في خبرنا الأخير، زعم النظام السعودي أنه أحبط هجوما إرهابيا في مدينة مكة المكرمة وألقى القبض على 5 أشخاص على صلة بالهجوم، فيما فجر سادس نفسه. وزارة داخلية النظام السعودي أعلنت أنه تم إحباط عمل إرهابي وشيك من قبل مجموعة تمركزت في 3 مواقع بمحافظة جدة ومكة المكرمة، مشيرة إلى أن انتحاريا مكلفا بتنفيذ العمل الإرهابي فجر نفسه بعد محاصرته وتبادل إطلاق معه، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 من عناصر الأمن بجروح. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك لاحقا.